سلطان عبد ربه اللي يعتبر الرجل ورجل الرياضة الأول في مكة المكرمة في هذا العام. بعد ذلك الأستاذ عبد اللطيف الألماني نيابة عن كل من صالح وبندر باشا رحيل جائزته، بينما هنا صورة الجائزة التالية الشهادة اللي تقدم لقناتي خالد بازيدان. بعد ذلك الجائزة للمعلم سليمان شعيب، الأستاذ سليمان شعيب أحد أقدم المعلقين في مكة المكرمة. بينما الجائزة الآن للأستاذ والمعلق جعفر المدني المشرف العام لجمعية المعلقين بمكة المكرمة، كذلك هو أفضل معلق في العام الماضي. بينما الجائزة للمعلق نواف باجحنون، صورة بجاش أحمد نواف باجحنون التي أمتعت فتألقت طيلة الأيام الماضية بل الأشهر الماضية في موسم مليء بالبطولات. هادية الجائزة معلق القناة السعودية الرياضية عمر بحويرث، ومعلق قناة البي ان سبورت، كذلك قناة الدوري والكاد، يدعم ويقدم الكثير من الجوائز للأمانة. واحد من المنظمين للبطولات من يقومون بالدعم الكبير والسخي لجميع المتواجدين. الكثير من البطولات تنجح عن طريق الحكام والمعلقين إلا أنهم لا يتم إعطائهم الحق الكامل كما أعطاهم أسعد العلاف في هذا اليوم. مناورة كانت في البداية وتكريم للمعلقين والحكام. أسعد العلاف يقدم الكثير والكثير. عبد العزيز هوساوي زميلي ماهر ابو التوت موزع هذا اللي يبي من مطاعم اخون حاجه. عندك الاستاذ يعقوب اخون وهو متواجد الان، بدا بفكره الرابطه وكان صاحب الخطوه الاولى، والان وصلنا لمرحله ما بعد الرابطه، وصلنا للمرحله الجميله والمميزه.